من تونس مراسلة الغد نجلاء بوخريص. إذا نجلاء، تداعيات وصول الحالة الوبائية إلى أعلى عدد وفيات في تونس منذ بدء الجائحة، وأيضا كيف تبدو المنظومة الصحية في تونس؟ نعم شروق، صباح الخير. في الحقيقة هي حالة من القلق والمخاوف تسود اليوم الشارع التونسي مع الانتشار السريع لفيروس كورونا، وخاصة السلالة الهندية أو ما يعرف بسلالة دلتا التي أصبحت يعني موجودة في مختلف المناطق والمحافظات التونسية. وزارة الصحة تقول إنها وصلت يعني إلى أرقام تسجل يوميا، هي أرقام توصف بالخطيرة، 189 حالة وفاة وما يناهز 10,000 إصابة أغلبهم من كبار السن. هناك أيضا اليوم الوزارة تتحدث عن نقص فادح في الأكسجين وكذلك في أسرة الإنعاش. تقريبا هناك عدد كبير من الوفيات التي حدثت في البيوت والمنازل يعني في ظل غياب أسرة الإنعاش تقريبا في مختلف المحافظات بما فيها حتى العاصمة التونسية. هناك ازدحام كبير على المستشفيات وأقسام الكوفيد. طبعا تداعيات هذه الحالة اليوم بالنسبة لتونس تقر بعض الإجراءات، من بينها مواصلة العمل بحظر الجولان الساعة 8 مساء، منع التنقل بين المحافظات، برغم أن هناك يعني شروق في الحقيقة دعوات كثيرة سواء من أطباء على شبكات التواصل الاجتماعي، دعوات إعلان الحجر الصحي الشامل الفوري لكسر حلقات العدوى، لكن يبدو أن الحكومة التونسية تستبعد هذه الخطوة حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية ويعني الاجتماعية وحالة التوتر الموجودة اليوم. الحدود الليبية أغلقت يعني بسبب هذه يعني التداعيات وانتشار فيروس كورونا، لكن في المقابل هناك دول صديقة وشقيقة لتونس أعلنت دعمها وتقديم عدد من الهبات والمساعدات، من بينها دولة الكويت، دولة مصر، وكذلك يعني دولة الجزائر، المنظمة الدولية للهجرة، وغيرها يعني من المنظمات العالمية التي بدأت فعليا في تقديم عدد من المساعدات تتمثل في أسرة إنعاش وكذلك يعني أجهزة أكسجين. طبعا هذه هي الحالة الموجودة الآن، لكن في الحقيقة شروق هناك مخاوف من الفترة المقبلة. كيف سيقضي التونسيون هذه الفترة المقبلة مع الارتفاع الكبير في عدد حالات كورونا؟ واليوم هناك دعوات حقيقية من الأطباء لرئيس الجمهورية باعتباره هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة في ضرورة إعلان الحجر الصحي العام، باعتبار أن الأمن القومي للتونسيين هو أيضا هو أمن قومي صحي بالأساس. نعم شكرا. نعم نجلاء، إذن كيف تسير أيضا حركة التطعيمات واللقاحات في تونس؟ في الحقيقة هناك انتقادات واسعة لنقص هذه اللقاحات والجرعات في تونس، برغم أن الجيش التونسي قد بدأ فعليا منذ أول أمس المساهمة في حملة التطعيم خاصة لكبار السن والذين لم يسجلوا على منظومة هذه الجرعات عبر الانترنت. تنقل الجيش بين خاصة القرى الريفية طبعا يعني إعطاء وتلقيح هؤلاء يعني من كبار السن، لكن يبقى هناك نقص فادح في الحقيقة في تلقي هذه الجرعات. تقريبا 1.5 مليون فقط من التونسيين الذين تلقوا هذه الجرعات، وهذا التطعيم عدد آخر يعني مهول من التونسيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا بانتظار يعني تلقيهم هذه الجرعات والتي لم يحصلوا عليها في الحقيقة. هناك أيضا مطالب أخرى من الأطباء، يعني يطالبون الحكومة بضرورة الإسراع جلب يعني جرعات من اللقاح الأمريكي جوكسون أند جوكسون. في الحقيقة هو فقط المعتمد في تونس إلى حد الآن هو يعني لقاح فايزر الألماني، ويبدو غير كافي بحسب يعني عدد كبير من الطواقم الطبية. نعم شكرا نجلاء بوخريص مراسلة الغد، كنت معنا من تونس.